أتمنى بالشكر جميع الحاضرات والحاضرين في هذا اللقاء التشاوري التالي الذين بطبيعة الحال كما شرفونا في اللقاء التشاوري السابقة شرفونا أيضا في هذا اللقاء التشاوري على رأس الحاضرين بطبيعة الحال السيد باشا المدينة وكذلك السيد ممثل الشركة المغربية للهندسة السياحية السي علي الحجمي رئاسة المجلس الإقليمي الذي يحضر عليه معنا اليوم نائبه نائب الرئيس نائب الأول للرئيس السي مبارك عمر يحضر معنا أيضا عدد من ممثلي الجمعيات التي لديها اهتمامات ثقافية وسياحية بالدرجة الأولى يحضر معنا أرباب الفنادق في المدينة يحضر معنا بعض أصحاب الرياضات السياحية بالمدينة العديد من ممثلي وممثلات المجتمع المدني بمدينة تزنيت بعض رؤساء جماعات وبالخصوص السيد السفيني رئيس جماعة الساحل الذي يحضر الذي منذ اليوم اللقاء التشاوري الأول هو يتابع أشغال هذه اللقاءات فهو يحضر معنا بعض ممثلي الغرف غرفة الصناعة التقليدية بالخصوص وغرفة التجارة والصناعة والخدمات وأيضا بعض أعضاء هيئة تكافؤ الفرص التابعة لمجلس جماعة تزنيت إذا أقدم بالشكر الجزيل لكل هؤلاء هذا اليوم هذا اللقاء وأيضا يحضر معنا بعض الأساتذة والباحثين الذين لديهم اهتمامات في مجال الثقافة ومجال الفكر وعلاقتهم بالخصوص علاقة الثقافة بالسياحة وعلاقة السياحة بالثقافة. هذا اخترنا أن يكون هذا اللقاء التشاوري الثالث أن يكون في موضوع السياحة الثقافية. لا أحتاج أن أجدد تشكراتي المنتخبين للجماعة فنحن دائما نحن المنظمين وبالتالي أفضل دائما أن يكون أن نشكر ضيوفنا وشركائنا الذين يحضرون فنحن يعني مسؤولين عن الجماعة حنا اللي استدعيناه وحنا اللي قلنا له يحضروا وحنا اللي شرفنا على هذه اللقاءات هذه إذا قلت بأن هذا اللقاء الثالث اخترنا أن يكون موضوع السياحة الثقافية أولا لأن أثناء مناقشتنا للبرنامج الجماعة التنموي قد طرح علينا واحد السؤال كبير هذا السؤال كبير أين تتوقع مدينة جماعة تزنيت ضمن المدن أو الجماعات الأخرى في جهة سويس مسا وما هي وما هو النموذج التنموي الذي يجب أن نختاره لمستقبل مدينتنا وكيف نحرك عجلة التنمية بهذه المدينة وما هي القطاعات ذات الأولوية هذه الأسئلة وغيرها طرحت في عدة ورشات ونوقشت واحد العدد منكم يمكن ولا الأغلبية قاعدين الحاضرات والحاضرين شافوا في هذه الورشات هذه وحاولنا ما أمكن يعني أن نحدد أولوياتنا التنموية خصوصا بعد تشخيص الوضع ديال المدينة السابق والحالي واستشراف المستقبل حنا كنا خلصنا إلى أن الاقتصاد تقريبا ديال مدينة تزنيت كله قائم على العائدات ديال أبناء المدينة المهاجرين خارج أرض الوطن والتحليل ديال هذا المورد الهام هذا المورد الهام بطبيعة الحال ماشي غير المورد الهام بالنسبة لنا العائدات ديال أبناء ديال المهاجرين راه تعتبر تقريبا هو المورد الثاني من حتى الخزينة الدولية حيث العمل الصعيد ولكن مدينة تزنيت من المدن اللي معروفة على الصعيد الوطني بهذا المورد هذا لدرجة أن بعض الأرض في مدينة تزنيت كانت تنافس من حيث السيولة التي تتوفر عليها أكبر الأبراج المغربية المتواجدة بأكبر المدن المغربية سواء في الشمال أو في الغرب وبالتالي هذا السؤال هذا كنا جاوبنا عليه هذا من بين وهذا المهاجرين والعائلة ديالهم تتناقص سنة بعد سنة خصوصا أن الجيل الأول انقرض والجيل الثاني والجيل الثالث بدأت بعض الظواهر تنشفها
حتى في الواقع ديالنا بعض ابناء بعض المهاجرين اللي كانوا تيجيو مابقاش تيجيو كيدوزو عطا هنا في يعني في الدوائر ديالهم في المدينه ديالهم ما بقاوش تيستمروا بالطريقه السابقه ما بقاوش تيشريو الديور ما بقاوش تيديروا دوك المحلات ذاك الاقتصاد ذاك الاقتصاد الاجتماعي اللي كان تيساهموا فيه كان شي واحد يمشي لفرنسا مثلا ولا بلجيكا ولا هولندا ولا دوله اخرى تيمشي ولكن التفكير ديالو كله هو في البلاد ديالو في السابق في جيل الخمسينات والستينات هو كانوا مركزين على الدور في القرى تيدير تيصوب الطريق تيصوب تيبني الدار الوالدين ديالو تيصوب الضفيره ديال الماء تيصوب من بعد انتقلت المساله للوسط الحضاري تيدير تيليبوتيك للخور تيدير محل ديال الى غير بعض المحلات الصغيره التي يساهموا فيما يمكن تسميته الاقتصاد الاجتماعي ولكن وصلنا ان هذا التطور هذا ولا يتقلص يعني سنه بعد سنه نظرا لتغير القيم نظرا للعلاقه ديال الجيل الرابع مع المناطق مع هذه المناطق فهذا كله تيطرح علينا واحد السؤال كبير ما يمكنش نشوف هذا التطور بهذه الطريقه وما نفكروش في حلول لهذا الموارد هذا خصو يبقى نحافظوا عليه بطبيعه الحال ولكن ايضا لابد ان نفكر جميعا في مستقبل المدينه هذا تحدي مسؤوليه ديالنا كمجلس جماعي المنتخب ولكن ايضا انه مسؤوليه ديال جميع الفاعلين وديال جميع المهتمين وبالخصوص يعني السلطات الفاعلين المجتمع المدني الجميع الفاعلين الاقتصاديين اذا كل هذا كله هذا السؤال مطرح عليهم لان هذه مدينتنا كلنا وهذا هو احنا المستقبل ديال مدينتنا يهمنا جميعا وكلما تقدمت تحسنت الوضعيه النمو في المدينه غير على الوضع كله ديال ديال ديالنا وديال الاسر ديالنا وديال الاقارب ديالنا هو ايضا يتحسن ولهذا برنامج عمل الجماعه جعل من الاولويات الثانويه ديال المدينه التركيز من بين هذه الاولويات التركيز على الصناعه في ابعادها كاين الصناعه المعروفه ولكن فيها الصناعه التقليديه ايضا ولكن في البعد الثاني الكبير اللي يمكن للمدينه تزيد ان تنافس به غيرها من المدن جهويا ووطنيا هو المجال الثقافي والسياحه ببعدها الثقافي. احنا يمكننا نفتخروا اننا تنتجوا في مدينه هي من المدن القلائل في المغرب اللي تعتبر مدينه عتيقه عندها صور والصور ديالها من يعني اخر الاسوار العتيقه للمدن التقليديه في المغرب تقريبا من المدن القليله التي تتوفر على الساحه تسمى المشوار 13 مدينه في المغرب اذا لم تخن الذاكره هي التي تتوفر على مثل هذه الساحه تنتج فيها ينفتح عليها القصر ويعني واحد العدد ديال المؤسسات الممثله للسكان والمشرفه على تدبير امور السكان وتنفتح على ساحه تسمى ساحه المشوار هذه المدن القليله في المغرب تزيد واحد من هذه المدينه اضافه الى تاريخها ايضا العريق اضافه الى تراثها المادي الغني وتراثها غير المادي الغني ايضا الغني جدا. فاذا كل هذه مؤهلات قلنا لا بد ان نستثمر فيها لا بد ان نوظفها لا بد ان نبرزها ونميزها وبالتالي فجعلنا من الثقافه والسياحه في بعدها الثقافي جعلنا منها احدى الاولويات لتنميه مستقبل المدينه. وحنا هذه التحليل ديال الساحه السياحه على المستوى العالمي يبرز ان الشق الذي يتطور بسرعه على الصعيد العالمي هي السياحه الثقافيه. اذا فيما مشيت دابا الان السائح ما بقاش السائح السابق تيمشي تيجي غير للبحر ولكن ايضا تيفكر انه خصو يتعرف على التاريخ ديال الدوله ولا المدينه التي يزورها التاريخ ديالها يعني التراث ديالها يعني كل ما يتعلق بهذه المدينه ولان تلقاونا فرنسا مثلا هي من الدول اللي متفوقه في المجال ديال السياحه ولكن السياحه الثقافيه تعطي فرنسا واحد القيمه كبيره تلقاونا ان 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 اللوفر تيجي بعرفت ملايين ديال السياح السياح فرنسا تلقاو ان برج ايفل تيجي بملايين اذا لم تخن الذاكره اكثر من 10 مليون سائح لفرنسا وهكذا ايضا اسبانيا تلقاو ان القصر الحمراء اللي هو يعود الى التاريخ الى الفتره الفرنسيه تيجي بملايين السياح لاسبانيا الى غير ذلك فلا بد ان يكون هذا التكامل
التكامل ديال السياحة الثقافية كاين هذا التطور السريع على المستوى العالمي، وكاين أيضا إذا لم باش تنجح أي دولة في مجال ديال السياحة تيكون هذا التكامل بين ما هو ثقافي وما هو أيضا جبلي والسياحة الشاطئية أيضا، وحنا الشاطئ على بعد 10 دقائق من مدينة زين، فإذا كاين تكامل بين البحر وبين الثقافة وبين الجبال، وهذه الميزة بغينا أننا نوظفها أكثر. لا أريد أن أطيل كثيرا، اللي بغيت الفكرة اللي بغيت نوصلها هي أن السياحة الثقافية من بين الركائز التي توجه عملنا داخل جماعة تيزنيت، والتي نظن ونزعم انها يعني ستكون رافعه من روافع التنميه بهذه المدينه وبهذا الاقليم. ولهذا السبب جعلنا هذا اللقاء التشاوري الثالث حول موضوع السياحه الثقافيه بهذه المدينه، وحاول ما يمكن ان يكون جميع المهتمين بهذا الملف وبهذا الموضوع ان يكونوا حاضرين معنا. وحد شركائنا الاساسيين هي الشركه الوطنيه للهندسه السياحيه حاضره معنا في القوى، والسعلي والهشمي يعني عقدنا معه ومع كممثل هذه الشركه عده اجتماعات باشراف قسم ديال الثقافه وبالخصوص النائب المكلف السي احمد بومزكو والفريق المشتغل معه، وبهذه المناسبه توجه له وفريقه والموظفين مشتغلين معه وكافه وطور الجامعه بالشكر الجزيل. وسترون بعد تعرض عليكم هذه الحصيله ليس للاخبار ولكن للاخبار صحيح، ولكن ايضا للاغناء وللنقاش ولابداء مزيد من الملاحظات وللتطوير وللتجويد. فاحنا تنعتبر ان العمل ديالنا ماشي عمل كامل، احنا غير بشر تنفكروا، ولكن تنعتبروا ان الناس اخرين عندهم عقول حتى هما عندهم افكار تيفكروا، وتطلبوا منهم انهم يساهموا معنا بالتفكير ديالهم، ولما لا باكثر من التفكير حتى في المجال ديال التفيد وديال الانجاز. اذا مره اخرى ارحب بكم في هذه الصبحيه واشكر لكم تشريفنا بالحضور، واشكر من ساهم في تنظيم هذا اللقاء التشاوري، وان شاء الله تعالى اللقاءات المقبله غادي نحاولوا نطوروا هذه اللقاءات حتى تكون اكثر ثلاثه لقاءات تشاوريه، يعني تنفكروا اننا نخلعوا عليها بعض التحسينات والتطويرات حتى تكون منها